أزين ولا ما نعرفش ولا 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 فما ثنية ولا ما نعرفش توا كل شيء نجمو نتجروا به كل شيء نجمو نسرقوه كل شيء نجمو نسمع في الجرائم يوميا يعني كي سي دو اكوا زعما الفقر بالحق مش للدرجة علاش وليو عليه خيب والعباد ناس كلمة والله كلمة قديش وليو أغريسيف ياسر ياسر سبان فيسبوك واللي تحل تسمع تسمع انا في بالك جو نفو بلو افواغ اكسي ا لانفورماسيون انا ما عادش نحب نعرف نحب نعيش وانا ما نعرفش خاطر 80% من الانفورماسيون ديجا فيك غلطه معناتها والناس يسربوا فيها والناس يهبطوا الاخبار والناس ويجيبوا الهم فما ناس تصرف في فلوس يا فات الناس تصرف في فلوس الاف دولارات مثلا تقلقت منك فما زوز ثلاثة خدامة مهمتهم 30 فو بروفيل يسبوا فيك كل يوم وتعاملت راه على رجال سياسة ورجال فن رجال ثقافة الكل تعاملت عليهم أنا تسخايب هكاك فما بيان سور فما عباد واحد أما فما زاد حملات ممنهجة كالذباب الأزرق والكل بيان سور وكل يقتلوا في العباد ماشي في بالك آخر واحد فتحي الهداوي قتلوه أي أي الفنانين الكل ما فهمش عندهم مشكلة مع الفنانين عندهم مشكلة مع الحياة طبعًا مع الفرحة مع الجمال والله ترى مازالوا ثلاثة دقائق باش نسألكم على هل هو مستشار معناتها تشاوروا قبل يقرا لك قبل كل شابيتر يتعدى عليه هو يقول لي شنو هو اللي يتصلح وشنو اللي يقعد فوالا شنو اي فوالا معناتها يفاليدي ينجم يخليك تبدل حاجات ينجم ساعات كناشر 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 مش اما هي نقول لك حاجه كي تشد صحيح في حاجه وكان ندراش تعمل قول لك هذاك لازم يتعدى ما فيش لا تصرتني في ناس العائلة يا عم الطار فقت بك غير وقت عاد وتعاركنا ماك رجعت عاد رجعت سنصرك لأي سبب؟ سنصرني ما في باليش ما قاليش نحي نحى واحد وعاد وشد المطبعة والحمد لله الكتاب شنو ولا الارجيمون تاع سانسير يعني؟ على خاطر اسرار عائلية فما سر ما حبنيش نقوله فوالا وانت رجعته بالسيف ايه خاطر انا لازمني نقول كل شيء لازم يطلع هذا الدفع على الكتب نتاعها بصفه مهوله. ولادي خاطر وكان ما عملتش هكاك وكان خليتهم راهم كلوني وراهم ما طلعش التيار الادبي جديد دارجه ولا حتى شيء وانا باش نقعد ديما ندافع وديما نتقبح. واضح. ويقعدوا هما يتهستروا على الفيسبوك وكاهو وحدهم يعني عباده سكرتوا تو الفيسبوك ارتحنا كلمة واضحة يعني تعبر عن رجل تونسي عنده الحرية في رأيه لا والله نو في الغريبة فيك انت ساعات لو نلقى صحابي زعما زعمك الاين والثقافات يتكيو فيها بشكل غريب خاطر غير ويحبوا يكتبوا ما يكتبوش هذوك يحبوا يكتبوا الكتب ويوليوا مشهورين وينشروا ويقعدوا فاشلين يسبوا ريحها والله مره في العشرين سنه راهو ينجح واحد بكتاب ما تصيرش في تونس خذ راحتك في عوض ما يفعلوا يقدموا يعملوا يسبوا اللي ينجح فهمتي برا اكتب انت شكون شافك سفيان خار لا والله انا عندي مش خبر انا هكا معلومه من نحب نتاكد منها من نفسي تاع يا ميمتي الغاليه كتبت انت ليه؟ ميمتي الغاليه ليه؟ الغنيه تراث يا ميمتي الغاليه تراث ليه ماهيش تراث تراث يا ميمتي الغاليه؟ ليه مش تراث تراث غنيه سمير وسيف ما غناها سمير وسيف قالوا لي لو كتبها ليه هيك يا ميمتي يا عين من عينيا احنا نحكيو يما يا غاليه يما يا غاليه تحكي انت ليه ما كتبتش استنى سفين غلط والله سمعت المعلومه وما سالت خاطر مانيش متاكد اون توكا ليه معناتها معلومه غلطه غلط طبيعي من واحد ماني حتى يما يا غاليه غنيه ليبيه اي لا ليبيه تونسيه ليبيه ليبيه اصلا نتاعها ليبي في بالك ما همش مروبرينها وين بالضبط راهو معناتها كل واحد يقول تبع جهتي معناتها تونس الجزائر ليبيا ما كانش ثم حدود صحيح لا ثم حاجه اسمها ليبيا الجزائر حتى شيء محلوله الكل تعرف فيزع معناتها في الاخر الوقت في سعيش مع شنو تقول معناتها الحمد لله مع اسمك حياتك ابار الكتب الكتب تنجمش تصنع معناتها كيما البرة تبني بها حياتك ولا تكون ولا كذا معناتها يلزم تقعد باراليل وهذا عشته انت معناتها رغم اللي كنت مبيعات انا تعيش من الكتابه بالقلم نتاعك في تونس أي. لا لا انسى انسى لا نعطيك بالحساب انا أي. مش بال اعطيني نعطيك بالحساب اي سيدي انا وقت تو باش اعداء الناجح يمشي في فيلم لي انا غير يزيدوا يحس
سيدي انا توا وليت نشر اما توا توا كنت كاتب باهي ككاتب ناخذ 10% معروفه معناها على الكتاب على الكتاب مانيش مزيان وقت اللي في الوقت انا وقت اللي كنت كان الكتاب تقريبا في حدود ال 12 دينار فنعلو 1000 نسخة يجيو 1,200,000 فأنا ناخو 240 دينار على كتاب نقعد عام باش 240 دينار كي تقسمهم أنت على 12 عام 12 شهر يجيو هذوما 20 دينار تنجم تشري تنجم تشري ماء تعيش على الماء لا بالحساب ما فيش معروفه الحكايه دي انا سي مون غيف اني نهار نجم نعيش بكتب لا انت ما تكثرش فيت ما تكثرش خليك تحلم ما تكثرش ارجع ارجع معنا ارجع تشمت اللي يحمد ربي الحمد لله تتسمى اش من تعيش واش من تعيش بكتب هذه فم واحد عنده فكره يعيش بها في تونس امنيتي ليش من امنيتك بالله هكانيش راه نجم راه تعلم اكتب بالالمو وعيش غادي والله الصابون الاخضر بين والله ما عندي مشكله في توزيع عملت عملت حسابات نلقى اللي يبيع في الساشيات الكحول في السوق يصور اكثر ياسر من كاتب في تونس والله الا جمله معبره بالله نصيحه من القلب باش نختموا بها الفاتن الفازع انا ننصح فاتن الفازع نعرف لا تستحق برك الله متكاملة ولا والله العظيم وإنسانة يعني تقعد كيف ما هي ذاك النصيحة تقعد كيف ما هي فوالا فوالا يعطيك الصحة فاتن عم ذكر هستيريا هي الرواية الرابعة لفاتن الفازع أكثر كاتبة تونسية باعت كتب كانت حذانا في الساعة الأولى من ديما لاباس ربي يوفقك نخلي لك كلمة الختام فاتونة دونك نهار السبت سيناتير ومن بعد تلقاو الكتاب بالطبيعة وتنجموا حتى على الإنترنت تنجموا تشريوه مثلا في برشا بلايص كلمة الختام أنا ياسر فرحت أنا كنت لانفيتي نتاعك اليوم محلاكم ليكيب الكل وإن شاء الله كتابي يكون معناها في مستوى انتظارات القراء نتاعي اللي أنا نحبهم على الآخر ونحب نبعث بوسة الحبيب قلبي على الانستغرام الانستغرام فاميلي نتاعي خاطر بالحق تحس معناتها عبيد معاك فوالا ونتمنى لهم أنهم يلقاو حاجة تعاونهم في كتبتي معناتها اللي انا نكتبهم من قلبي من قلبي باش يلقاو هما حاجه كيف هما ضواو لي ثنيتي كيف هما طلعوني وصلوني للي انا فيه انا نحب نهزهم في ثنيه يخليهم معناتها يغزروا لرواحهم ازين ويعيشوا ارتح. يعطيك الصحه فرحنا برشا محليك فاتن وان شاء الله ربي ديما ناجحه تستحق النجاح الكبير بالحق معناتها موهوبه برشا وقلب كبير وتحب برشا الدنيا. سي طاهر ربي فضلك وربي فضل لك العائله الكل المبدعين اللي في عائلتك الكل يعطيك الصحه حتى انت من المناضلين بالقلم نتاعك في تونس بصراحه برشا سنين معناتها كنت المرجع في الكتيبه بالفرنسيه وغيره شكرا لكم يعطيكم الصحه يلا نتقابلوا في ساعه ثانيه نكملوا فقراتنا في ديما لاباس.